بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحفل الكريم، الحاضرون جميعاً، أسعدتم بالخير صباحاً. على ضفافاً من رحيق التألق نلتقي، وبطيب كلام الرحمن جل شأنه نبتدي، وفي صباحنا التربوي المبهج نحتفي. دعونا نعطر الأجواء بقول الكريم المنان ذي الفضل على عباده الأخيار، من كتاب أحسن الرحمن آياته يتلو علينا القارئ الطالب الحافظ إبراهيم محمد باعرام من مدرسة النور لتعليم القرآن الكريم التابعة لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة. ما تيسر له في دقائق البداية لحفلنا الخطابي والفني والتكريمي فليتفضل مأثوباً مأجوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، وله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين، وإنا على ذلك لمن الشاهدين. الحفل الكريم، الحاضرون جميعاً. يوماً بعد يوم تتعدد الإنجازات وتتواصل العطاءات، فتزداد الأماني وتتجدد الغايات، لتشمل كل الرقعة الجغرافية الحضرمية المترامية المساحات والمتباعدة الأطراف. هكذا حال الميدان التربوي والتعليمي بحضرموت مع إشراقة صباح كل يوم جديد. كيف يبدو الراهن القريب وكيف نترقب الآتي البعيد؟ صفحات من المجد والنهوض يجلوها الأستاذ الفاضل وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال سالم عبدون، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، الأخ فهمي عوض بضاوي الوكيل المساعد لشؤون الشباب، الأخوة مديري عموم مكاتب فروع الوزارات بالمحافظة والمؤسسات والهيئات الحكومية، الأخوة مديري عموم المديريات، الأخوة قيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات، التلاميذ والطلاب الحاضرون جميعاً. من الجميل في هذا الصباح التربوي والتعليمي أن نلتقي مجدداً برعاية كريمة من الراعي الأول للتربية والتعليم محافظ المحافظة اللواء الركن فريد سالمين البحسني، نجتمع في ظل أجواء مفعمة بالتميز والتفوق والمنافسة بعد أن تجاوزنا
وبحمد الله يوميات الفصل الدراسي من العام الجاري لتترجم قيادات العمل التربوي والتعليمي وكوادره في المحافظة والمديريات كافة ما تمخضت عنه خطة الأعداد والتهيئة لاستقبال العام الدراسي بجدية ومثابرة ونشاط منقطع النظير. يواكم ما شهده الحقل التربوي والتعليمي في مدن وأرياف وقرى مديريات حضرموت من تدخلات نوعية ومهمة في مسيرة العطاء ورحلة المتابعة والرعاية من القائد الإنسان المحافظ البحسني الذي وضع الجميع في هذه القاعة مع نهاية العام الفائت أمام مسؤولياتهم التربوية والتعليمية ورسالتهم المجتمعية النبيلة. فكما وجه في ذلك الصباح بأن يهتم الجميع برسالة المعرفة والتنوير في المجتمع الحضرمي والعمل من أجل تطوير مخرجات التعليم والدفع بالمواهب والمبدعين إلى واجهة الحياة والمجتمع، كنا جميعاً عند مستوى هذا التكليف الذي تشرفنا بحمله على عاتقنا في كل الرقعة التربوية والتعليمية الحضرمية، وعملنا من أجل إنجاز هذه الأهداف التي هي المفتاح الحقيقي لأي نهضة حضرمية قادمة، وهي المحك الرئيسي لصدق النوايا وعظيم المهام التي يحملها منتسبو القطاع التربوي والتعليمي في ظل ما يشهده الوطن من تداعيات وخيمة على مجمل تفاصيل الحياة في خضم هذه اللحظات التاريخية الاستثنائية التي يقودها باقتدار وحنكة سيادة المحافظ البحسني، دافعاً بالجميع إلى إنجاز مهامهم بثقة عالية لاستشراف المستقبل من منظور الحاضر الذي نمسك به ونصر على تجاوزه بنجاح يتبعه نجاح في قطاعنا التربوي والتعليم، ونسعى من أجل تذليل كل الصعوبات وحل المشكلات. لقد تجلت العديد من صور الرعاية والاهتمام من قبل المحافظ البحسني الراعي الأول للتربية والتعليم، ومن ذلك توجيهاته الكريمة بصرف التسويات لمنتسوي القطاع التربوي والتعليم، ومنح المعلمين والمعلمات المتعاقدين من حملة البكالوريوس والدبلوم عدداً من الامتيازات المالية، إضافة إلى بذل طبيعة العمل للوظائف الرئاسية. هذه العطاءات لم تعرفها محافظات الوطن كافة، وقد تفرد المحافظ البحسني بصرفها من حساب السلطة المحلية بالمحافظة على الرغم من شحة الموارد المالية للمحافظ، مؤكداً حرصي الشديد على إعطاء المعلمين والمعلمات ومنتسبي الحقل التربوي والتعليمي بالساحل والوادي والصحراء ما يستحقون نظير جهودهم وانضباطهم وإدراكهم بحقيقة الرسالة التي يحملون على عاتقهم في تربية وتعليم الأجيال. في ظل ما تشهده محافظات الوطن من واقع معقد وظروف استثنائية في الاعتمادات المركزية، إلا أنه ظل حريصاً مشكوراً يوجه بصرف هذه الاستحقاقات والتي نؤكد مرة أخرى لم يعرفها منتسبو القطاعات التربوي والتعليمي في المحافظات الأخرى. لقد استطعنا بفضل من الله ومن منطلق الحرص على تطوير أدائنا ومجالات عملنا المتعددة والمتنوعة التي استوعبناها في خططنا الطموحة منذ انطلاقة الحصة الأولى ولحظة تدشين الأخ المحافظ للحصة الأولى في العام الدراسي 19-20، ففي مجال تطوير قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات الثابتين منهم والمتعاقدين، نفذت العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في جميع مديريات المحافظة، اهتمت برفع كفاءة المعلم ومستوى أدائه داخل حجرات الدرس وقاعات المختبرات ومعامل الحاسوب التي تم رفض المدارس والمجمعات بها خلال الفترة الماضية، ضمن خطة شاملة لتنمية البيئة المدرسية وتحسينها في مديريات حضرموت كافة. وفي السياق الحديث عن البنية التحتية، شهدت العديد من المدارس التاريخية والقديمة والمتعثرة التدخل لإعادة تأهيلها بما يليق بتاريخ وحاضر
هذه المدارس واستكمال البعض الآخر من المشاريع المركزية المتعثرة منذ عدة سنوات، إضافة إلى ما هو جاري تنفيذه بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة. لم يتوقف نهر العطاء للمحافظة البحسن، فخلال الفترة القريبة الماضية شهدت بعض المديريات افتتاح لعدد من المشاريع المهمة التي تنوعت وتعددت، ورافقها افتتاح لقاعات الأنشطة الرياضية لكي تسهم في خلق أجواء نفسية جيدة وتتيح الفرصة الكثيرة للمواهب والمبدعين في إظهار ما يتمتعون به من قدرات ومهارات، وبإشراف من إداراتهم المدرسية ومعلميهم ومعلماتهم، الأمر الذي يسهم في توطيد العلاقات الإيجابية والسلوكيات النافعة بين المدارس والمجمعات، في حين تم رفض رياض الأطفال جميعها بعدد من الأدوات التعليمية والألعاب الترفيهية التي ترفع من معدلات الذكاء عند البراعم والزهرات في هذه الرياض، وتدمجه في جو تعليمي جيد ومفيد. واليوم ونحن نلتقي في هذا الصباح لنكرم 508 مبرز، هم الذين حصدوا المراكز الثلاثة الأولى في 49 نشاطا ومسابقة، تنفيذاً للجزء الأول من خطة النشاط العامة الموزعة على فصلي العام الدراسي. فنحن نكرم من استطاع المنافسة والتفوق في التصفيات النهائية على مستوى المحافظة التي خاضها حوالي 2000 مشارك ومتنافس من المعلمين والطلاب والتلاميذ والبراعم والزهرات في المجمعات والمدارس والرياض، وهؤلاء مثلوا مديرياتهم بعد أن تفوقوا في منافسات التصفيات الأولية على مستوى مديرياتهم التي خاضها 12,857 متنافساً، وهو ما يعكس ثراء الواقع التربوي والتعليمي وتعدد وتنوع مجالات الإبداع فيه وشموليته واحتوائه على منافسات حفظ القرآن الكريم والمنهجية والثقافة العامة والفنية بأنواعها، الإنشاد الفردي والجماعي والغناء الطربي الحضرمي الأصيل والمشهد المسرحي وفقرات الطابور الصباحي والبحوث الإجرائية والشعر العامي والفصيح والألعاب الرياضية من كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة والشطرنج والجري لعدة مسافات وألعاب الطفولة من الجري بالتتابع والجري بالشوال ومسرح العرايس والحرف الناقص ولعبة التشكيل بالصلصال. هذه وغيرها من النشاطات والمنافسات كانت قاعات مكتب التربية والتعليم وملاعبها محطات وجولات لهذه المنافسات التي استمرت خلال الفترة الماضية من السبت 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر. كان الجميع فيها يشكلون تظاهرة تربوية تعليمية معرفية ثقافية فنية رياضية تظهر حضرموت بصورتها المشرفة وتاريخها المجيد. تختزل فقرات الحفل لهذا الصباح بعضاً من ملامح الصورة التي ظهرت عليها إبداعات وقدرات ومهارات معلمينا وطلابنا وتلاميذنا وبراعمنا وزهراتنا في المسابقات الختامية بشكل خاص، وتظهر ما تشهده مدارسنا ومجمعاتنا ورياضنا على وجه العموم، مؤكدين أن واقعنا التربوي والتعليمي يسير بخطة واثقة صوب التطور وتحقيق المكاسب والنجاحات يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وعاماً يتلوه عام، مبشراً بتفرد وتفوق في التحصيل العلمي الذي تؤكده وتظهره النتائج النهائية لشهادة الثانوية العامة وحصد الطلاب والطالبات طلاب حضرموت العدد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية وتبنيها النسب التقديرية للامتياز والجيد جداً والجيد التي يحصدها طلابنا وطالباتنا ضمن المعدلات النهائية في كل عام دراسي. هذه النجاحات في التحصيل العلمي ثمرة طيبة من ثمار محاربتنا لظاهرة الغش ومحاصرتها، ونتاج طبيعي لما شهدته وتشهده مدارسنا ومجمعاتنا من تدخلات تصب في خدمة الحصة الدراسية وتفيد المقررات والمنهج وربط الجوانب النظرية بالعملية والتطبيقية، وتعكس مدى التطور الإيجابي
الذي وصل إليه أولياء الأمور خاصة والمجتمع عامة، وعلاقته الحسنة مع القطاع التربوي والتعليمي على مستوى المدارس المديريات المحافظة. لا أطيل عليكم، أكرر الترحيب بالراعي الأول للتربية والتعليم محافظ المحافظة، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فريق سالمين البحسني وجميع الحاضرين، وهني المعلمين والطلاب والتلاميذ والبراعم والزهرات الذين حصدوا المراكز الثلاث الأولى في المسابقات الختامية على مستوى المحافظة للأنشطة اللاصفية للفصل الدراسي الأول بنين، متمنين لكم الاستماع بفقرات حفلنا المتنوعة والتوفيق والنجاح في الأيام القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للأستاذ الفاضل جمال سالم عبدون على هذه الكلمة التي طافت بنا في أجواء العمل التربوي والتعليمي وإنجازاته المتنوعة. فقرتنا القادمة لوحة استعراضية غنائية قادمة من أرض الفن والتراث، موطن الإبداع سعاد المحضار، شحر حضرموت، روح التنافس تتحفنا بها غناء التلميذة رشا علي المقدي، من كلمات التربوي الشاعر علي ربيع با معرفة، وألحان الأستاذ الفنان والتربوي أنور سعيد الحوثري، تسجيل موسيقي استوديو محمد نجيب، تصميم رقصات وتدريب للتربويتين عائدة سالم بن سعد وعائدة حسين عبد الحافظ، تنسيق ومتابعة التربوي عبد الله جروان. وقتا ممتعا. Oh,
ألف تحية لتلميذات مدرسة مكارم الأخلاق على هذا التألق. الحفل الكريم، الحاضرون جميعاً، في مثل هذه الصباحات الموشة بقوافل الإبداع الطلابي، لا يخلف الشعر موعده ولا تخذل المواهب قوافيه. الطالب محمد محفوظ العطيشي من ثانوية الفقيد المؤرخ سعيد عوض باوزير يقدم قصيدته الشعرية في هذه الدقائق، فماذا لديه؟ عنوان القصيدة: مربي الأجيال. أبدأ بالله قولي يمتصد كل سامع، في حروف القوى في كل شي قلت مسموع، نجم عالي وغالي نجمكم صار لامع، بدر قد بان نوره في اسم الكون ملموع. نجم عالي وغالي نجمكم صار لامع، بدر قد بان نوره في اسم الكون ملموع. نفتخر بالمعلم فخر والراس رافع، جهد أنبت كوادر خلت الراس مرفوع. جهد أنبت كوادر خلت الراس، خلت الراس مرفوع. المزارع مزارع والمعلم كزارع، جيل بالعلم يحيا خير من جهل مزروع. المزارع مزارع والمعلم كزارع، جيل بالعلم يحيا خير من جهل مزروع. دام ربي دام ربي جيال العلم ما كون قاطع، كيف بعبر طريقي دامه الخط مقطوع؟ كيف بعبر طريقي دامه الخط مقطوع؟ باحلف بالمهيمن، باحلف بالمهيمن، ما يربيك شارع غير ذاك المعلم بسنن قلت مشروع. باحلف بالمهيمن ما يربيك شارع غير ذاك المعلم بسنن قلت مشروع. ما نحب التجامل، ما نحب التجامل، أمر في الأرض واقع، التقدم دليلي أمر قد صار موقوع. التقدم دليلي أمر قد صار موقوع، جاك شعري وقولي، جاك شعري وقولي، قبل ما تقول راجع وزنها والمعاني وأمرنا اليوم مرجوع. جاك شعري وقولي قبل ما تقول راجع وزنها والمعاني وأمرنا اليوم مرجوع. لا سمعت القصيدة شفنا بحروف صانع، لا سمعت القصيدة شفنا بحروف صانع، فطرتي والمواهب والشعر غير مصنوع. لا سمعت القصيدة شفنا بحروف صانع، فطرتي والمواهب والشعر غير مصنوع. ختمها له صلاتي والنبي خير شافع، يومها ربع سالي بدنا بكون مشفوع. الحفل الكريم، الحاضرون جميعا، دقائقنا القادمة نرحل فيها مع موهبة غنائية تشق طريقها بقوة في عالم الفن والتألق الحضرمي، صوتا يبدأ مشواره من مدرسة الخنساء للتعليم الأساسي بالمكلا، ومن الأنشطة المدرسية يشق خطاه يوما بعد يوم، التلميذ صلاح بدر باركبة في إنشودة العطاء مستمر، كلمات وألحان التربوي المبدع هاشم معوضة، تصميم الرقصة التربوي محمد بامكريد، تدريب التربوي الفنان وليد باشغنون، تنسيق ومتابعة ياسر بامحسون، إشراف التربوي جمال الناخبي. وقتا ممتعا. العطاء وانت على الجود تشكر، العطاء وانت على الجود تشكر، ما هي غريبة عليك يا زين البلد.
شي دجال بحسني في كل ساحل وادي الله عليها بلادي شي دجال بحسني في كل ساحل وادي وداني ولندنا الله عليها بلادي العطاء مسلوب وانت على الجود تشكر العطاء مسلوب وانت على الجود تشكر ما هي غريبه عليك يا دنيا بلد ما هي
الحفل الكريم الحاضرون جميعاً. أبى الشعر العامي الحضرمي إلا أن يجودوا بدرره في هذا الصباح التربوي والتعليمي، ليشدوا رحاله من مديرية الضلع، ويلقي بإبداعه من خلال المعلم أحمد عبد الله باجويل، ملقياً قصيدته التي تظهر براعة اللهجة الحضرمية وسطوتها على المعاني وهيمنتها على الأحرف والكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة بعنوان المعلم أقول فيها: يا من خلقت الكون كله من عدم، يا من خلقت الكون كله من عدم، ابديت بك يا الواحد الفرد الجليل، يا من خلقت الكون كله من عدم، ابديت بك يا الواحد الفرد الجليل، في جمعكم يا اهل المبادئ والقيم واهل المروه ذي يردون الجميع، في جمعكم يا اهل المبادئ والقيم واهل المروه ذي يردون الجميل. لو باتكلم ما تكفيني الكلام، لو باتكلم ما تكفيني الكلام، في حق معلم دائما فضله جزيل، لو باتكلم ما تكفيني الكلام، في حق معلم دائما فضله جزيل، البحر كله لو يقحبر القلم وكتبت له بيكون في حقه قليل، البحر كله لو يقحبر القلم وكتبت له بيكون في حقه قليل. لولا المعلم ما تخرج من حكم، لولا المعلم ما تخرج من حكم، ولا مهندس أو محافظ أو وكيل، ولا مهندس أو محافظ أو وكيل، يصبح غبش بدري مواظب ملتزم، واقف على الطابور منه ما يميل، واقف على الطابور منه ما يميل، وإن قد دخل في الفصل يدخل مبت، وإن قد دخل في الفصل يدخل ويخلص الحصة وقد جسمه عليه، ويخلص الحصة وقد جسمه. هذاك شل حقي وهذا ما يفهم، وذاك دمني وذاك ما جابه صمت، هذاك شل حقي وهذا ما يفهم، وذاك دمني وذاك ما جابه صميل، تحسبه قاضي في ملفات تهم، تحسبه قاضي في ملفات، يحكم على الحج القوية والدليل، يحكم على الحج القوية والدليل. المصغير نقش في حيد النشم، المصغير نقش في حيد، ما ينتسي يذكره في نهاره، ما ينتسي يذكره في نهاره وليل، المصغير نقش في حيد النشم، ما ينتسي يذكره في نهاره. الجهل على الأمة كما الليل الظلم، والجهل على الأمة كما الليل، والعلم قالوا نور ما له شيمته، الجهل على الأمة كما الليل الظلم، والعلم قالوا نور ما له شي مثيل، العلم والتعليم هو تاج الأمم، بالعلم توصل للذي هو مستحيل، بالعلم توصل للذي هو مستحيل، حد للفضاء يوصل وحد فوق القمم، وحد عبر وقته على لمبه، حد للفضاء يوصل وحد فوق القمم، وحد عبر وقته على لمبه وميل، من ما تعلم دوب يلحقه الندم، يكلف يشل الحمل ذي وزنه، من ما تعلم دوب يلحقه الندم، يكلف يشل الحمل ذي وزنه ثقيل. ويا ولي الأمر بعيالك اهتم، ويا ولي الأمر بعيالك، ولا تربيهم على قالٍ، ولا تربيهم على قال، وقيل في شانهم لا تعبت بيجيك النسم، في شانهم لا تعبت بيجيك، لا تقول كل واحد مكياله، لا تقول كل واحد مكياله، يكيل الحاجه الزينه لها مقدار، الحاجه الزينه لها مقدار، جم يتوارثوها الناس جيل بعد، ومن وقف عادر بعلمه والتزم، يدخلك يوم الدين في ظلنا، هذا كلامي ذي معي في الراس تم، هذا كلامي ذي معي في الراس، لا يا الموجه والمعلم والقبر،
والقبيل هذا كلامي ذي معي في الراس تم لا يا الموجه والمعلم والقبيل وختمها يلا برحله للحرم واظفر بشربه من عتوم السلسبيل وسلامتكم. جميلة هي لهجتنا الحضرمية بكل مفرداتها ومعانيها، شكراً للمعلم أحمد باجويل. الحفل الكريم، الحاضرون جميعاً، طلاب ثانوية المكلا النموذجية للبنين يستعيدون نوابغ التاريخ الحضرمي عبر العصور في مشهد مسرحي أعلام حضرمية. فكرة وإخراج التربوي منير باتيس، تدريب وملابس للتربويين محمد باسالم وجابر القباطي، عرض بروجكتر التربوي خالد باطرفي. مشهد مسرحي يجسد تساؤلات الماضي البعيد وتماهيه في حاضرنا الذي نرتجيه. مشهد مسرحي يحمل أكثر من حكاية وأعمق من دلالة ومعنى وعبرة. وقتا ممتعا. حضرموت بلد الأحقاف، حيث النبي هود، أرض العلم والإيمان، أرض الحضارة والثقافة. حضرموت التي أنجبت العديد من العلماء والمفكرين والسياسيين، والتي ينتسب إليها الأمراء والشعراء، ومن أبرزهم امرؤ القيس أبو الحارث حندش بن حجر الكندي. نشأت في نجد شمال جزيرة العرب في العصر الجاهلي، أنتسب إلى قبيلة كندة، وأول من أجاد القول في استيقاف الصحب وبكاء الديار. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. ترى بعر الأرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي. هكذا هم أبناء حضرموت، تاريخ وأصالة ومناصرة للدين الإسلامي. كان منهم الصحابي الجليل صاحب صفة الصلاة وائل بن حد، والتي ينتسب إليه المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الكندي الحضرمي. يرجع نسبي إلى الصحابي الجليل وائل بن حجر. كنت محباً للعلم، وضعت مبادئ علم الاجتماع، كنت فيلسوفاً وأحببت علم الاجتماع والاقتصاد. ألفت كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، والذي اشتهرت مقدمته المعروفة باسم مقدمة ابن خلدون. مهلا، أحقا أنت امرؤ القيس؟ ما أسعدها من لحظات ينكسر فيها حاجز الزمن لنرى كيف هم قدوتنا وشعراؤنا الذين سرنا على خطاهم واقتفينا أثرهم. نعم، ما أسعدها من لحظات تلك التي نرى فيها أن لأرض حضرموت علماء وأدباء صالوا وجالوا بقاع الأرض وأصقاعها وبرزوا فيها بهويتهم الحضرمية. فيا لها من أعوام مضت وسنين خلت بين مولدي ومولدك يا ابن خلدون ليكون لأرض حضرموت هذا النبع الدائم. ولا تزال حضرموت ولادة بأبنائها بتراثهم وتاريخهم وأصالتهم، ومثل ما كان التاريخ حافلاً بمثل أولئك الأفذاذ، ها هو عصرنا الراهن يعطي لنا أمثالاً أخرى أسهموا في إثراء المكتبات العربية بجميع أصنافها في الثقافة والسياسة والعلوم والآداب. فمن مدينة سيئون يخرج لنا أحد أعمدة المسرح العربي ورائد من رواد الشعر الحديث، إنه الشاعر
والكاتب والأديب. علي أحمد باكثير، مضى زمن الجمود فودعوه، ووافاكم زمان العاملين، زمان ليس يعلو فيه إلا عصامي جرى في السابقين. وإن لنا مواهب ساميات بني الأحقاف أدهشت القرون، ألا فاستعملوها في المعالي تنالوا في الورى المجد الأثينا. فقد لعبت بأدوار كبار جدودكم الكرام السالفون، ولو ثقفت يوما حضرميا لجاءك آية في النابغين. أسهمت في إعلاء صرح الحياة الفكرية والثقافية في مصر والعالم العربي أجمع، ألفت كثيرا من الأعمال والمسرحيات، من أشهرها مسمار جحا وعاصمة الأحقاف ورواية وإسلاما. ومن سعاد الشحن يخرج لنا الشاعر الكبير الموهوب الذائع الصيت، ليكون وحده ظاهرة فنية لا يجود بها الزمان إلا في فترات متباعدة. الشعر عندي كيمياء ذات مواد وأدوات، تحتاج إلى خبير في الصناعة الفنية لتخرج من بين أصابعي قطعاً ثقيلة من الألماس بألوانها المختلفة وبتبلورها ولمعانها اللذان يخلبان القلوب والأحاسيس. شفنا كم الطير ليه دوب شادي ويعيش فوق الشجر، ما بين أغصانها رايح وغادي، ونهزه الشوق فر سل عن نشيدي وفني كل وادي، وتخبر العشب مني والبواسق والسمر والقتاد، فخير انت وانا بنلتقي في سعاد. شفنا كما الطير لهدوء بشادي ويعيش فوق الشجر، ما بين اغصانها بين اغصان رايح وغادي، وانهزه الشوق فر سل عن نشيدي وفني كل وادي، وتخبر العشب مني والبواسق البواسق والسمر والقتاد، في خير انت وانا بنلتقي في سعاد. جميل جميل جدا ما نظمت وقلت يا شاعر العشاق، لا خوف على الشعر والمسرح في حضرموت بنبوغ أمثالكم. نحن من سرنا على نهجكم ونهلنا من علمكم وفنكم، وسيمضي أبناء هذه الأرض الطيبة يحافظون على ما قدمتموه مثل ما أخذنا منكم، وستبقى حضرموت وأبناؤها ينهجون نهجكم ونهجنا، طالما وهناك من يحافظ على تراثها وفنها علمها وأدبها تاريخها وعراقتها، فحضرموت ولادة المبدعين. هكذا هي حضرموت، وهكذا هم الأبناء يمضون على نهج الآباء، فنجدهم في شتى مناحي الحياة علماء وأدباء ومفكرين وسياسيين وقادة. حضرموت وأبناؤها تاريخ وأصالة، مجد وحضارة. مرحبا يا مرحبا يا اللي عصر بوك طيب، تكلم كلام طيب، وليكم وليكم يا وليتنا بدوي تفكر في حياتي والبداوة، عيشة شديدة طلعت أهل المعارك والحروب، وأخبارنا وصلت معاها عزنا لأرض الجاوة، واسهل علينا يا بطل كل الخلايق والشعوب. وتبقى حضرموت أرضا وإنسانا
قديماً وحاضرة شاهدة على حال أبنائها وأمجادهم في أقاصي الشرق والغرب، إنها حضرموت الأرض والإنسان. الحفل الكريم، الحاضرون جميعاً، في العام 1977 للميلاد حصد الفنان الكبير محمد سعد عبد الله الجائزة الأولى على مستوى الوطن في الأغنية الوطنية برائعته كلمات وألحان وغناء يا بلاد الثائرين. 4 عقود ونيف من الزمن يختزلها التلميذ المبدع يوسف ناصر بن سنكر من مدرسة الخنساء بالمكلا، ويقدمها في هذه الدقائق بروح جديدة وتوزيع موسيقي للفنان أمجد بازياد. دعونا نتابع المبدع الصغير يوسف بن سنكر في رائعة بن سعد الوطنية. اللي درى من ترابك، يلي درى من ترابك، عندي أغلى من حياتي. يا وجود يلي من غير الكلام أقدر أعيش، يلي من غير الكلام أقدر أعيش، يكفي قلبي يكفي قلبي حب ثاني للأبد ما ينتهي.
يا بلادي يا بلادي يا بلاد الثائرين. أوعدي الحفل الكريم، الحاضرون جميعاً، نبقى في 10 دقائق زمناً تضعنا وإنجازات ومكاسب تجاوزت الممكن وذهبت لتعانق المستحيل في زمن القائد الإنسان المحافظ البحسني. دقائق ويستمر العطاء، ترصد يوميات جديدة في مشوار العطاء الجزيل من إعداد وإنتاج وحدة الإنتاج التلفزيوني بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة. قطرات المطر تتناثر على أجواء حضرموت عامة والمكلا خاصة، وفي صباح استثنائي جديد على واقعنا التربوي والتعليمي، وعندما استقرت عقارب الساعة سامقة عند 7 أو تجاوزتها بقليل في يوم الثلاثاء 19 من نوفمبر
من العام 2019 للميلاد، معلنة عن انطلاقة أكثر عطاء للراعي الأول للقطاع التربوي والتعليمي سيادة اللواء الركن فرج سلمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، ليطوي موكبه المهيب الشريط الإسفلتي قاصدا مدينة وروم، قاصا الشريط لمشروع إعادة تأهيل المبنى القديم لمجمع بروم التعليمي للبنات وتجهيزه بقاعة المختبر الحديث ومعمل للحاسوب وصالة للنشاط، يعقب ذلك افتتاح مشروع إعادة تأهيل المدرسة التاريخية بالمدينة مجمع الرازي التعليمي للبنين، ليطوف بها مطلعا على قاعة الحاسوب والمختبر العلمي الحديث وصالة النشاط، مبديا توجيهاته الكريمة بضرورة العناية والاهتمام بمثل هذه التدخلات والمشاريع النوعية وتفعيل جدواها في التحصيل العلمي ورفع مستوى التلاميذ والطلاب. بعد ذلك انطلق موكب المحافظ القائد البحسني شرقا لتبدأ رحلة العطاء في مديرية مدينة المكلا، فكانت محطته الأولى مجمع الرائدة فاطمة الناخبي بفوة بقصد شريط مشروع إعادة تأهيل المبنى ورفضه بقاعة المختبر العلمي الحديث، ليشاهد ويتابع ما تشهده ساحات المجمع من تدخلات كبيرة تضعه في المرتبة الأولى من حيث السعة الصفية على مستوى المحافظة مستقبلا، وتتيح الفرص التعليمية للكثيرين وتواجه احتياجات المستقبل بثقة ورسوخ. واصل المحافظ البحسني رحلة عطائه ليتوقف موكبه مفتتحا مشروع إعادة تأهيل مدرسة السيدة عائشة بمنطقة بعبود، متجولا في باحات المدرسة وقاعات المختبر وغرف الصحة المدرسية وصالات الأنشطة، ليكمل خارطة طريقه ويقص شريط إعادة تأهيل مدرسة الخنساء متنقلا بين قاعات المختبر والأنشطة والمكتبة الثقافية، وتتسارع وتيرة العطاء للمحافظ القائد البحسني ليقص شريط افتتاح مشروع إعادة تأهيل مدرسة بديري للتعليم الأساسي بمنطقة باج عمان وقاعات المختبر العلمي الحديث، لتلبس هذه الأحياء المكتظة بالسكان حلتها التربوية والتعليمية الجميلة والزاهية. بعد ذلك انطلق الموكب ليفتتح المحافظ القائد البحسني مشروع مدرسة أبي موسى الأشعري بمنطقة جول مسحة المنطقة الصناعية، ومواصلا رحلة الإنجازات فيقص شريط مشروع إعادة تأهيل مدرسة بويش للتعليم الأساسي بنات ومختبرها العلمي الحديث، فيتبعها بافتتاح مشروع إعادة تأهيل مجمع ركوب للبنين متفقدا قاعات المختبر العلمي ومعمل الحاسوب وصالات الأنشطة، مختتما اليوم الاستثنائي الأول في تربية حضرموت بافتتاح مشروع إعادة تأهيل مجمع ركوب للبنات ومختبرها العلمي وقاعة أنشطتها. وفي اليوم الاستثنائي الثاني الأربعاء 20 نوفمبر، تدفق نهر العطاء للراعي الأول للقطاع التربوي والتعليمي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سلمين البحسني، لتصب مياهه العذبة في مدرسة الطليعة بمنطقة شحير قصا شريط مشروع إعادة تأهيلها وما احتوته من قاعة للمختبر العلمي الحديث وصالة للأنشطة. عقب ذلك انطلق إلى مدرسة الملاح للبنات بالغيل التي افتتح مشروع إعادة تأهيلها وتزويدها بقاعة مختبر علمي حديث وصالة للأنشطة. ويعانق الإنجاز للمحافظ القائد والإنسان البحسني عنان التاريخ، ليحط رحاله في الصرح التعليمي التاريخي المعهد الديني سابقا مدرسة الملاح للبنين وقاعة مختبرها الحديث وصالة أنشطتها المتنوعة، ليرفدها بأصالة الماضي ليفتتح مشروع إعادة تأهيل المعلم التاريخي لمعهد المعلمين مدرسة 14 أكتوبر حاليا وقاعة مختبرها ونشاطاتها، في لوحة عطاء تبرز اهتمام هذه القيادة الفذة بتاريخ الأمس وحضارة الأجيال الحضرمية ومصدر فخرها المجيد، ليستمر عطاء المحافظ القائد البحسني في رحلة لمديرية غيل باوزير بافتتاح المختبر العلمي وقاعات الحاسوب بثانوية البنات.
وحينما أرست خيوط الشمس شرائطها الذهبية لتكسو الطريق بحيوية ونشاط، كان موكب المحافظ القائد البحسني قد وضع رحلته الزاخرة بعطايا الخير، مفتتحا مشروع إعادة تأهيل مدرسة الفقيد سعيد عبد الخير النوبان، فتتسع رقعة العطاء فتشمل وضع حجر الأساس لاستكمال مشاريع ثلاث رياض أطفال، 180 شقة والمنصورة والمنطقة الشرقية، لتستوعب هذه الرياض فلذات الأكباد في طفولتهم المبكرة وتسهم في استيعاب التوسع العمراني والكثافة السكانية في تلك المناطق المتباعدة. بعد ذلك كان المحافظ القائد يقص شريط مشروع إعادة تأهيل مدرسة الفقيد حبليل ومختبرها العلمي، ليواصل السير لافتتاح مشروع إعادة تأهيل مشروع ثانوية الخنسة وقاعة الحاسوب، فيتجه الراعي الأول للقطاع التربوي والتعليمي صوب مشروع إعادة تأهيل مدرسة الفقيد المحضار ومختبرها العلمي الحديث، ومواصلا رحلته إلى مشروع إعادة تأهيل مدرسة عمر بن العاص ومختبرها العلمي وقاعة أنشطتها، ليكمل المحافظ القائد البحسني رحلة العطاء في اليوم الاستثنائي الثاني بتلبية حضرموت قصرا شريط افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتأثيث إدارة التربية والتعليم بمديرية الشحر. لقد اتسعت دائرة الاهتمام والرعاية والمتابعة والإشراف من قبل المحافظ القائد والإنسان التربوي اللواء الركن فرج سلمين البحسني، ليقف كثيرا مطلعا على سير الحصص الدراسية وموجها ومحفزا بعبارات تحمل رسالة نهضة حضرمية قادمة ومعاني تربوية وتعليمية وجمالية نبيلة، ومستفسرا تارة من الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات، سائلا التلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات، محددا ملامح الحاضر للواقع التربوي والتعليمي، راسما آفاق المستقبل المشرق لتربية حضرموت، مؤكدا أن العطاء مستمر ونهره لا ينضب. كثير أمور جميلة رأيناها اليوم في المدارس، هذا من ضمنها يعني التجهيزات في المختبرات، تجهيزات في قاعات الحاسب الآلي، الأنشطة الصفية، الأنشطة الرياضية، أمور كثيرة. وجدنا بالمقابل في إصرار وحس لدى الطلبة ولدى مدراء المدارس ولدى المعلمين على أن يستفيدوا استفادة، وتكون الاستجابة بإذن الله كبيرة ومفيدة جدا بالنسبة للتحصيل العلمي. أنا أحيي هؤلاء المدراء وأحيي هؤلاء المعلمين وحي أيضا الطلبة في المدارس على هذا الروح الذي وجد في هذه السنوات الأخيرة. يجب أن نستمر بهذا العطاء، يجب أن نستمر بهذا القدر الكبير من الاهتمام، وتبقى مهمتنا الأساسية كل هذا نعمله لهدف واحد في النهاية، وهو رفع مستوى التحصيل العلمي ورفع مستوى مخرجات التعليم في مدارسنا. وأعتقد أن حضرموت ستبلغ هذا الهدف المنشود قريبا، لأنه نتائج السنة الماضية واللي قبلها وإن شاء الله السنة هذه كانت نتائج ممتازة ورائعة جدا. الحفل الكريم، الحاضرون جميعاً للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية، مواقف داعمة وجهود مساندة وحرص ومتابعة للشأن التربوي والتعليمي من منطلق الإدراك العميق بقيمة هذا القطاع وأهميته وضرورته في الواقع الحضرمي الممتد في كل الرقعة الحضرمية. وفي هذا الحفل البهيج للسلطة المحلية رعاية وحضور وكلمة، نبقى والكلمة التوجيهية للقائد اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير عام التربية والتعليم في ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون، الأخوة الوكلاء، الأخوة مدراء العموم، الأخوة الحاضرون جميعا، أحييكم بهذه الصباحية الرائعة التي يقيمها مكتب التربية والتعليم في ساحل حضرموت. هذا التقليد الرائع جدا الذي يجري التحضير له بشكل رائع أيضا كل عام، وفعاليات هذا العام تختلف عن العام الماضي. هذا العام شاهدنا فقرات جميلة ورائعة جدا، شاهدنا إبداع من قبل الطلاب في سواء كان في الشعر، سواء كان في الغناء، سواء كان في الرقصات، سواء كان في أمور ثانية، وهذا دليل على أن ما تم الحديث عنه من قبلنا في خطابنا في السنة الماضية قد تم استيعابه بشكل جيد. لقد قلنا العام الماضي لابد من الاهتمام بالنشاطات الصفية، وفعلا اليوم رأينا ثمار هذا العمل، ونريد هذا العمل أن يتعاظم أكثر وأكثر في السنوات القادمة وفي هذا العام أيضا. نحن أمام عام جديد بعد بضعة أيام سوف نستقبله، وهو العام 2020. هذا العام الذي أطلقنا عليه عام التنمية والاستثمار، نريد هذا التنمية أن تعم كل قطاعات في حضرموت بما فيها التربية والتعليم. ولا شك أيها الأخوة أنكم من مراقبين ومتابعين للتطور الذي طرأ بشكل جدي على حقل التربية والتعليم خلال الثلاث سنوات إلى أربع سنوات الأخيرة، وشاهدتم في الفيلم الوثائقي كم هو عمل عظيم وعمل كبير قامت بهذا السواعد في التربية والتعليم. لذلك نقول أن هذا العطاء وهذا الدعم سيستمر أيضاً بنفس الوتيرة، ولن نقف عن حدود معينة، أن التربية والتعليم بحاجة للمزيد والمزيد من العمل، وبحاجة للمزيد من الاستثمارات. هذا هو الإنسان الصغير الطالب أو التلميذ، نريد أن نستثمر فيه أجمل استثمار لكي يكون رجلاً صالحاً في هذا المجتمع في المستقبل بإذن الله. ولذلك فالمهمة جماعية، ليست مهمة محافظ، ليست مهمة تربية وتعليم، ليست مهمة مدراء، ليست مهمة وكيل معين، وإنما المهمة جماعية، مهمة مجتمعية بصورة أساسية. لذا ندعو الأخوة الأهالي، ندعو الأسر إلى التعاون في هذا الجانب. فالأسرة محور أساسي في تربية الأجيال، الأسرة محور أساسي في تعليم الأجيال، فكل أسرة تبذل جهود في هذا الجانب فهي قد دفعت من المجتمع خطوة إلى الأمام. وعندما تتضافر الجهود من كل الجهات فإن النتائج ستكون رائعة وجميلة جدا. أمامنا فرصة أن نخلق نموذج في كل نواحي الحياة في حضرموت، فالأوضاع المهيئة حاليا قد لا تكون هيئة من قبل، ولن تكون مهيئة في وقت آخر. لذلك أنا أريد الناس أن تفهم جيدا أن ما هو مهيئ الآن يجب أن يهيئ أجمل وأفضل فرص له لكي يثمر بنتائج إيجابية كبيرة. أمامنا مهام كبيرة، نريد أن نخلق الإبداع، والإبداع لن يأتي إلا بالتنافس. لذلك يجب التقييم أيها الأخوة في المدارس، على مدراء المدارس أن يقيموا الطلبة لديهم، ولا يعتبروا عندما يدخل الصف يعتبر الطلبة كلهم سواسية. نعم كلهم سواسية، لكن الإنسان الذي حقق نجاحات، الإنسان الذي عنده مواهب مميزة، الإنسان الذي عنده إبداعات مميزة يجب التركيز عليه، يجب التركيز عليه وتشجيعه والدفع به إلى الأمام. وأنا يمكن تتذكرون في السنة الماضية قلت أنه على كل مدير مدرسة ممكن أن يكون فريق مصغر من المعلمين بجانبه، أن يبحثوا أن يراقبوا الطلبة وأن يراقبوا تصرفاتهم وسلوكهم، ولذلك يراقبوهم ويدفعوا بهم إلى التطور، يدفعوا بهم إلى الإبداع. فكل طالب مبدع وكل طالبة مبدع يجب أن تنال الرعاية ولا تمر عليها السنين مرور الكرام. أنتم رأيتم اليوم كم كانوا هذا الاثنين طلبة رائعين في الأداء الفني، والطالب الذي ألقى شعر، وآخرين قد لا يتيح الزمن لظهورهم على المسرح، لكن هناك يمكن أفضل منهم. لذا وجب على مدراء المدارس أن يعتنوا بهذا الموضوع عناية كبيرة. أمامنا عمل كبير، وإذا أحسننا التربية والتعليم سنحسن القضايا كلها الأخرى. هذا هو الشعار الذي يجب أن يرفع باستمرار. ولذلك فإن الاهتمام بالمدارس سواء كان من حيث البنية التحتية، سواء كان من حيث المختبرات والحاسوب والآخرة، سيظل مهمة أساسية بالنسبة لنا، أن خلق بيئة. اليوم التعليم هو ليس ورقة وقلم، اليوم التعليم لابد من توفر
حاسوب له، لابد من توفر أجهزة، لابد من توفر مختبرات محترمة. ما لم سيكون التعليم هذا سيكون متخلف جدا عن العالم الآخر. ولا نريد أبناءنا وطلبتنا عندما يتخرجوا بالثانوية العامة ويذهبوا للدراسات العليا في الخارج نجدهم كأنهم أميين بالنسبة للأجهزة وبالنسبة للإلكترونيات وبالنسبة للعلوم هذا. وبدون شك أثبتت التجربة أن الطلاب الذين تخرجوا من حضرموت وخاصة من المدارس النموذجية وخاصة الذين هم متفوقين أظهروا تفوق غير عادي في العديد من دول العالم، في أوروبا على سبيل المثال، في فرنسا، في أمريكا، في كندا، أظهروا تفوق غير عادي. وأنا كنت قبل فترة في الرياض في الزيارة الأخيرة والتقيت مجموعة من السفراء من ضمنهم السفير الفرنسي فأثنى على مستوى هؤلاء الطلبة. نريد هذا المستوى أن يظل بهذا ويتقدم إلى الأمام. نريد كل طالب يطلع من حضرموت أن يكون متفوق ولا يلاقي أي صعوبة. سيكون متفوق ولا يلاقي أي صعوبة عندما تهيأ له ظروف جميلة، ظروف هنا عندنا محليا. أما إذا أحجبت عن هذه الظروف فلن يستطيع الإبداع ولا نستطيع أن نواكب التطور التعليمي في الخارج. نحن وفرنا كل شيء عشان يكون واضح للجميع، وفرنا كل شيء بالنسبة للرواتب، بالنسبة للإضافات، بالنسبة كل شيء وفرناه، ولا قضية إلا تم الدخول فيها وتحملنا أعباء كثيرة في سبيل أن تمشي التربية والتعليم على ما يرام. لذلك الجميع يجب أن يقدروا هذا ويعطوا ثمار ويعطوا نتائج إيجابية كبيرة. لا يسعني في آخر المطاف إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ جمال عبدون ولمكتب التربية والتعليم جميعاً في ساحل حضرموت ولجميع المعلمين والمعلمات في ساحل حضرموت وفي الوادي على كل الجهود التي يبذلونها. في أساتذة يمثلون نموذج وقمة للعمل المنضبط، قمة للأخلاق، قمة للعطاء المميز. هؤلاء نشد على أيديهم ونبارك لهم ونقول لهم جزاكم الله خيراً، فأنتم تقدمون المعلم المثالي الذي يجب أن يكون بهذا الشكل. ولكن لا يزال هناك قطاع غير بسيط من المعلمين مستوياتهم شوية ضعيفة، لا يجتهدون كثيراً، لا يعطون التحضير للدروس الوقت الكافي. فهؤلاء نريدهم أن يلحقوا قريباً بالركب ما لم سيتم الاستغناء عنهم قريباً. لابد أن تحاسب الناس، المقصر يجب أن نحاسبه، والمبدع والإنسان الذي يقوم بعمله لك بالوجه يجب أن نثنى عليه في كل شيء. هذا الذي حبيت أن أقوله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن حانت لحظة التميز والتفرد والألق والإبداع، لحظات التكريم من قبل قائد الإنسان المحافظ البحسني للمبرزين والمتفوقين في المسابقات الختامية على مستوى المحافظة في الأنشطة اللاصفية للفصل الدراسي الأول. 49 نشاطاً ومسابقة نكرم فيها الحاصدين للمركز الأول، على أن يتواصل التكريم بعد ذلك للذين حصدوا المركزين الثاني والثالث. الفائزون في المسابقة والأنشطة اللاصفية للفصل الدراسي الأول 2019-2020 والحاصلين على المراكز الأولى: أولاً مسابقة تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة الأساسية، محمد عمر باقحوم مدرسة سعاد مديرية الشحر فئة المصحف كاملاً، زكريا محمد مقرم مدرسة الشهداء بالصداع مديرية غيلبة وزير فئة 20 جزء، علي محمد الصبان مدرسة سعاد مديرية الشحر فئة 20 جزء، عبد الرحمن عمر مخرج مدرسة الملاحي مديرية غيلبة وزير فئة 10 أجزاء. مسابقة تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة الثانوية: إبراهيم محمد بعرام ثانوية مدرسة النور لتعليم القرآن الكريم مديرية المكلا فئة المصحف كاملا، عبيد عوض دحدح ثانوية شحير مديرية غيلبة وزير فئة 20 جزء، عاصم عبد الله بن دهري الثانوية النموذجية مديرية المكلا فئة 20 جزء، عثمان عبد الله باحسين ثانوية مدرسة النور لتعليم القرآن الكريم مديرية المكلا فئة 20 جزء، علي محمد بطيق ثانوية المكلا النموذجية مديرية المكلا فئة 10 أجزاء. ثانياً المسابقات المنهجية: المسابقة المنهجية والثقافية للمرحلة الأساسية 9، الفائز بالمركز الأول مدرسة المعارف الأهلية مديرية المكلا عنهم الطالب أنس حسين عبد الله بابطين. المسابقة المنهجية والثقافية للمرحلة الثانوية القسم العلمي،
الفائز بالمركز الأول ثانوية المكلا النموذجية عنهما الطالب أحمد عوض بن هامل. المسابقة المنهجية والثقافية للمرحلة الثانوية القسم الأدبي الفائز بالمركز الأول ثانوية باوزير مديرية غير باوزير عنهما الطالب أحمد سعيد الشوق. المسابقة المنهجية والثقافية للمجمعات المسائية للمرحلة الأساسية التاسع الفائز بالمركز الأول مجمع المكلا المسائي للبنين مديرية المكلا عنهما الطالب أحمد قائد الكلدي. المسابقة المنهجية والثقافية للمجمعات المسائية للمرحلة الثانوية علمي أدبي الفائز بالمركز الأول مجمع غيلبا وزير المسائي للبنين مديرية غيلبا وزير عنهما الطالب صلاح خميس عبد الله بادريس. ثالثاً مسابقة الإعداد والتقديم الإذاعي مسابقة الإعداد والتقديم الإذاعي للمرحلة الأساسية الفائز بالمركز الأول مدرسة الأخيار الأهلية مديرية غيلبا وزير عنهم محمد خالد مقرم. مسابقة الإعداد والتقديم الإذاعي للمرحلة الثانوية الفائز بالمركز الأول ثانوية الخور مديرية الشحر عنهما الطالب سعيد محفوظ سعيد جنبين. مسابقة الإبداع رابعاً المسابقات الإبداعية مسابقة العمل المسرحي لفرقة المديرية الفائز بالمركز الأول ثانوية المكلا النموذجية مديرية المكلا عنهما الطالب يونس أبو بكر عمر بامهدي. مسابقة الشعر الفصيح للمرحلة الثانوية الفائز بالمركز الأول محمد عبد القادر بدية الثانوية النموذجية. مسابقة الشعر العامي للمرحلة الثانوية الفائز بالمركز الأول محمد محفوظ العطيشي ثانوية باوزير مديرية غيل باوزير. مسابقة الشعر الفصيح للمعلمين الفائز بالمركز الأول المعلم رياض عقيل بونمي مديرية غيل باوزير. مسابقة الشعر العامي للمعلمين الفائز بالمركز الأول المعلم أحمد عبد الله باجويل مديرية الضليعة. مسابقة القصة القصيرة للمعلمين الفائز بالمركز الأول المعلم ماجد أحمد باعباد مديرية الريدة وقصيعر. مسابقة الإنشاد الديني الفردي للمرحلة الأساسية بنين الفائز بالمركز الأول محمد عمر جمعان بالرقعان مدرسة الإيمان مديرية المكلا. مسابقة الإنشاد الديني الفردي للمرحلة الثانوية بنين الفائز بالمركز الأول أكرم عوض باشامخة الثانوية ثانوية بمطرف مديرية الشحر. مسابقة الإنشاد الديني الجماعي للمرحلة الأساسية بنين الفائز بالمركز الأول مدرسة أبو بكر الصديق مديرية دوعن عنهم عمر سعود بحجري. مسابقة الإنشاد الديني الجماعي للمرحلة الثانوية الفائز بالمركز الأول ثانوية عبد الله محفوظ الحداد مديرية المكلا عنهم الطالب أبو بكر عبد القادر الجفري. مسابقة الغناء الطربي الحضرمي للمرحلة الأساسية الفائز بالمركز الأول صلاح بدر باركبة مدرسة الخنساء مديرية المكلا. مسابقة الغناء الطربي الحضرمي للمرحلة الثانوية الفائز بالمركز الأول نواف محمد سالم بن منيف ثانوية الشاطئ مديرية المكلا. مسابقة البحوث الإجرائية للمعلمين الفائز بالمركز الأول المعلم سالم سعيد باجليده مديرية غيلبا وزير. درع المشاركة الفاعلة والمتميزة لمركز النور لتدريب وتأهيل المعاقين يتفضل الأستاذ سعيد باثقيلة مدير المركز. مسابقة رياض الأطفال مسابقة فقرات الطابور الصباحي الفئة الكبرى الفائز بالمركز الأول روضة شحير مديرية غيلبا وزير عنهم الطفل آمنة خالد الرامي. مسابقة مسرح العرائس الفائز بالمركز الأول روضة 14 من أكتوبر مديرية الشحر عنهم الطفلة ديمة بسام محسن القيسي. مسابقة الجري بالتتابع الفائز بالمركز الأول مدارس بن محفوظ الأهلية تمهيدي مديرية دوعن عنهم عمر أكرم باجبير. مسابقة القفز بالجواني الفائز بالمركز الأول فرح صالح بن الشيخ أبو بكر روضة مدارس بن محفوظ الأهلية تمهيدي مديرية دوعن. مسابقة لعبة الحرف الناقص الفائز بالمركز الأول جنى عوض سعيد القرزي روضة غيل باوزير روضة غيل بن يمين مديرية غيل بن يمين. مسابقة الأعمال اليدوية الصلصال الفائز بالمركز الأول زهى ياسر العماري روضة 30 من نوفمبر مديرية الديسة الشرقية. المسابقات الرياضية مسابقة تنس الطاولة للمرحلة الأساسية الفائز بالمركز الأول عمر أحمد مخرج مدرسة الملاحي مديرية غيل باوزير. مسابقة لعبة تنس الطاولة للمرحلة الثانوية الفائز بالمركز الأول يحيى عبد الله سعد الحضرمي ثانوية الخور مديرية الشحر. مسابقة لعبة تنس الطاولة للمعلمين الفائز بالمركز الأول المعلم أبو بكر حسن باعباد مديرية الريدة وقصيعر.
مسابقتي لعبة تنس الطاولة للمجمعات المسائية للمرحلة الأساسية. الفائز بالمركز الأول سعيد عبد الله بن دغار، المجمع المسائي، مجمع ديسة الشرقية المسائي. مسابقتي لعبة تنس الطاولة للمجمعات المسائية المرحلة الثانوية. الفائز بالمركز الأول عوض علي دعيس، المجمع المسائي، مجمع الشحر المسائي للبنين. مسابقتي لعبة الشطرنج للمرحلة الأساسية. الفائز بالمركز الأول حسين أحمد الجفري، مدرسة السلال، مديرية المكلا. مسابقتي لعبة الشطرنج للمرحلة الثانوية. الفائز بالمركز الأول محمد عوض بن جميل، ثانوية الشاطئ، مديرية المكلا. مسابقتي لعبة الشطرنج للمعلمين. الفائز بالمركز الأول المعلم شريف يسلم قوقح، مديرية غيلبة وزيرة. مسابقتي لعبة الشطرنج للمجمعات المسائية المرحلة الأساسية. الفائز بالمركز الأول خالد عمر الدجر، المجمع المسائي، مجمع المكلا للبنين. مسابقتي لعبة الشطرنج للمجمعات المسائية المرحلة الثانوية. الفائز بالمركز الأول صابر طالب باحسن، مجمع فو المسائي للبنين. مسابقتي لعبة الكيرم للمرحلة الأساسية. الفائز بالمركز الأول عمر فايز الغثينيني، مدرسة الاستقلال، مديرية الريدة وقصيعر. مسابقتي لعبة الكيرم للمرحلة الثانوية. الفائز بالمركز الأول همام محمد علي باجريدي، ثانوية مجمع الفاروق حجر. مسابقتي لعبة الكيرم للمجمعات المسائية. الفائز بالمركز الأول سامي علي باركبة، المجمع المسائي، مجمع روكب المسائي، مديرية المكلا. مسابقتي لعبة الكيرم للمجمعات المسائية المرحلة الثانوية. الفائز بالمركز الأول طلال يسلم مخير، مجمع فو المسائي للبنين. مسابقة الجري 100 متر للمرحلة الأساسية. الفائز بالمركز الأول سالم عمر بالأسود، مدرسة مجمع 17 من سبتمبر، مديرية دوعن. مسابقة الجري 200 متر للمرحلة الأساسية. الفائز بالمركز الأول سالمين أحمد سالمين باحديجة، ثانوية عبد الرحمن الغافقي، مديرية غيل بنيمين. مسابقة لعبة كرة القدم للمرحلة الأساسية. الفائز بالمركز الأول مدرسة الخنساء، مديرية المكلا، عنهم الطالب يونس عرفة عوض باجامع. مسابقتي لعبة كرة القدم للمرحلة الثانوية. الفائز بالمركز الأول ثانوية المصموم، مديرية دوعن، عنهم الطالب سالم محمد سالم باطرفي. مسابقتي لعبة كرة القدم للمجمعات المسائية. الفائز بالمركز الأول مجمع غيل باوزير المسائي للبنين، مديرية غيل باوزير، عنهم الطالب أصيل فؤاد جمعان عبدون. مسابقتي لعبة كرة الطائرة للمرحلة الأساسية. الفائز بالمركز الأول مدرسة الجلاء، مديرية الشحر، عنهم الطالب أحمد أبو بكر البيض. مسابقة لعبة الكرة الطائرة للمجمعات المسائية. الفائز بالمركز الأول مجمع غيل باوزير المسائي للبنين، مديرية غيل باوزير، عنهم الطالب عمر عبد الله بن حصين. حضرموت هؤلاء الطلبة المتفوقين والمبدعين والمتميزين. وهكذا ينتهي حفلنا الفني والخطابي والتكريمي. كنت معكم في التقديم فيروز عبد الرحمن، ومن الصيانة والهندسة الصوتية كل من سمير بادروس، محمد علي السقاف، سالم عوض المحافيظ، ورايد بلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.